لكل إنسان يبغى يشجع كورة ويشجع فريق ويميل لفريق معين، شجع، لكن شجع بدون ذنوب، بدون ما تدخل في غيبة، بدون ما تدخل في سب، في شتم، بدون ما تدخل في طقطقة، رسائل، مقاطع، صور على اللاعب الفلاني، على اللاعب اللي ما لعب كويس، على انه هذا والله لو فحوش بقر ما لعب، وتبدأ تخش عالم الطقطقة وعالم التريقة وعالم السب وعالم الشتم. دخلت في الغيبة ودخلت في الذنوب ودخلت أخذت من حسنات اللاعب هذا وأعطيته من سيئاتك. يعني في النهاية أنت خسران، خسرت مباراة فريقك وخسرت ذنوب وخسرت نسأل الله العافية السلام معاصي وخسرت يعني حاجات، وفي النهاية لا حيجيك فلوس، وحتى لو فزت ما حيجيك شيء، حتتعشى وتروح تنام، واللاعب والفريق والإدارة وهم اللي حينبسطوا. يعني حتى لو خسر فريقك حيجيله فلوس، وهو خسران حيجيله، أنت ما حيجيك شيء ترى مشجع، والله ما حيجيك شيء. يعني فريقك اللي خسر وانت زعلان عليه حيجي له فلوس، وهو خسران حيجي له فلوس، انت ما والله ما حتاخذ شيء، بس حترفع ضغطك وحتخرج عن طورك عشان كده شجع بضوابط، شجع انبسط واضحك وفل وعادي، ما كان صار شيء. اما